لاحظنا في مجتمعنا معظم المسنين يقضون وقتهم بدون هدف، وهذه حياتهم ثروة مهدرة. احنا 21 شخص اجتمعنا بهدف تعزيز دور كبار السن لنجعلهم عنصر منتج وفعال في المجتمع من خلال مشروع زتات. كانت أول خطوة لنا الفعالية اللي شرفونا فيها مهاراتنا، شجعناهم على ممارسة هواياتهم وبيع منتجاتهم، منحناهم الفرصة والثقة من خلال هالمشروع. قررنا نبدي الخير، زرنا دار رعاية المسنين وتبرعنا بأرباح الفعالية، الحمد لله. من قال أن الأوان قد فات فقد مات، ومن أطلق العنان لطاقته فقد عاش.